نقيب المحامين ينبه على النقابات الفرعية بإرسال الميزانيات والحسابات الختامية من عام 2020 إلى عام 2022. بعد الدراسة الاكتوارية، نقيب المحامين يوافق على زيادة قيمة مساهمة صندوق التكافل للمشتركين. نقيب المحامين يتخذ 4 قرارات طارئة بشأن واقعة نادي المحامين بالعجوزة. النقابة العامة تنظم حفلاً لتكريم أبناء المحامين المتفوقين والزملاء حملة الدكتوراه وفتح باب تلقي الأوراق في 2 سبتمبر المقبل. تجنباً للفصل النهائي من الصندوق، تكافل المحامين تناشد بسرعة سداد الاشتراكات المتأخرة قبل 31 من ديسمبر المقبل. نقابة المحامين تعلن فتح باب الاشتراك في الموقع الإلكتروني لمحكمة النقد. لجنة المعاشات تواصل عملها وتنتهي من فحص 191 ملفاً. نقيب المحامين يشارك في حفل زفاف كريمة الأستاذ مجدي المهدي نقيب محامي شمال القليوبية. نقيب المحامين يؤدي واجب العزاء في والدة الأستاذ جمال الشخيبي نقيب محامي حلوان. محكمة جنايات المنيا تؤجل قضية المحامين الثلاثة إلى اليوم 2 من دوري أكتوبر.